وكذلك فربنا سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف فيها عبرة كافية، كيف أن الله سبحانه وتعالى يستطيع على أن يبعث من مات. أصحاب الكهف أنامهم الله 300 وازدادوا 9، هذا الفرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هؤلاء الناس ناموا 300 سنة، ثم الله سبحانه وتعالى أيقظهم. كذلك الله سبحانه وتعالى من مات يحييه، والذي يتفكر في الإنسان في الذي خلقه، أنا خلقني الله سبحانه وتعالى، آتي وأقول لله لا تستطيع أن تخلقني مرة أخرى؟ إنسان بنى بيتا، صنع سيارة، نقول له لا تستطيع أن تصنع مثل هذه السيارة؟ هذا جنون. فأصحاب الكهف أرانا الله سبحانه وتعالى كيف بعثهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهذا الخبر الذي جاءنا ليس فقط من جهة أصحاب الكهف، يعني ما تناقلته الأمم، عيسى عليه الصلاة والسلام أحيا الموتى، موسى في زمانه صعقوا لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم. فمن جهة العقل، العقل يقول لك من أوجدك لماذا تقول له لا تستطيع أن توجدني مرة أخرى؟ وجاءت أخبار بأن الله سبحانه وتعالى أحيا أناسا. فإنسان مجنون الذي ينكر البعث، مجنون يعني ليس بعاقل. افرض أنا الآن أتفكر في هذه المسألة، أقول من خلقني كيف أقول له لا تستطيع أن تعيدني؟ هذا جنون. وأيضا جاءت أخبار عن الأمم أن الذي خلق بعض الناس أعادهم، فمن ينكر مسألة البعث هذا إنسان مجنون ليس بعاقل، يعني يخالف الأمور ويخالف العقل ويخالف النظر العقلي ويخالف الأصول العقلية. الأخبار التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم ألزمنا بها من جهة المعجزة، قامت المعجزة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا أن الله يبعث من في القبور. هل هذا يخالف العقل؟ لا يخالف العقل، العقل يقول من خلقك يستطيع أن يخلق كمرة أخرى، كيف تقول له هذا مستحيل؟ هذا جنون أن تقول له مستحيل. وأيضا جاءت أخبار من الأمم، يعني هذه قرينة فوق قرينة فوق قرينة فوق قرينة، حتى الإنسان يقطع بأن البعث هذا أمر يعني مفروغ منه وأمر سهل وأمر يعني لا يجوز لإنسان أن يخالفه لما قام عليه من البراهين والحجج من الخبر ومن المعجزات ومن القواطع العقلية التي يقطع